الله الرحيم. كانت مقابلة زوينة، غير كنا كنتمناو نخرجوا بنتيجة إيجابية أكثر، أحسن من التعادل ما كانش في صالحنا بالنسبة للأداء، كان ما بيهش. غير كنا كناخذ الضيف دابا الحمد لله بلاصة النصيري، النصيري ما كانش في نهارو. وبالنسبة للمزراوي كنتمنى الإصابة ديالو ما تكونش شي إصابة اللي بالغة، قولوا ان شاء الله الماتش الجاي نلعبوا احسن من هذا الاداء، يكون احسن من هذا الاداء مع الركراكي. الاربيت كان مزيان، الاربيت كان مزيان، ادى مقابله زوينه، ما كانش لا انحياز لا بالنسبه ليهم لا بالنسبه لنا لا بالنسبه ليهم، ادى مقابله زوينه. كنتمنوا المهم في الماتش ديال بلجيكا نتركوا هذه المقابله ونخرجوا بثلاث نقاط ان شاء الله. شكرا. ديما مغرب ديما مغرب. كي جاك الماتش؟ الدراري تقاتلوا اليوم، تكتيك مقاومه مزيانين، لان كرواتيا هذيك ثوازيام مونديال، مي الماتش الجاي ان شاء الله غادي يكون واحد الحاجز باش يزدو قدام ان شاء الله. غنلقاو مشجعين اكثر في الماتش الثاني. بيان سيغ، حتى اللعابه غتكون عندهم واحد كونفيونس في لو فون ديالهم، لان سي با فاستيل باش دير ماتش كبير قدام بهالتكتيك، لان ما شحال واحد كيتفرج دابا كيحسب له واش الماتش نورمال اللعابه لعبوا، نو ما لعبوش نورمال، راه لعبوا بالتكتيك ديال المدرب، هو البلوكاج، ما تعطيش المساحات للخصم، لان الخصم صعيب، مودريتش كيحرك التيران كله. هلا شتي اللعابه حطبقوا اليوم، طبقوا جميع النقاط اللي عطاهم بكراكي في جميع المجالات، علاش؟ لعبوا بالامكانيات اللي عندهم، ما يزيدوش زياده انتيغدي، هادشي علاش لعبوا بكراكي. وكانوا اليوم في واحد الفورما سي با فاسيل، لان ما تنساوش بان عندهم لياقه بدنيه ممتازه، وان شاء الله في الماتش الجاي غيكون عندهم مزيان. والتعادل كيخدم المنتخب سيرتو في الماتش هذا ديال كرواتيا، لان كرواتيا غتلعب مع بلجيكا، والماتش حنا غنلعب مع بلجيكا وهما غيلعبوا مع كندا، غيقلبوا على انتصار، حنا نقلبوا على التعادل، والماتش الثاني انتصار ودايزين ان شاء الله. كي جاك الماتش؟ لعبوا مزيان. النتيجه مرضيه الحمد لله بخير. المهم اللهم هذيك ولا واحد صغير ولا اللهم نقطه ولا والو ياك ها. كانت فيكم الخلعه شويه الصباح ضروري ها ضروري، شتكم في القهوه كتغوتوا شويه مستعدين الماتش الجاي تشجعوا المنتخب ان شاء الله؟ علاش لا، ديما مغرب. شي رساله للمنتخب؟ الله يوفقهم. امين. داروا مجهودهم باش داروا المجهود ديالهم. شي رساله للمنتخب؟ تبارك الله عليهم لعبوا زوين، ان شاء الله هيا معايا صاحبتي من فرنسا، ان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله غادي ماركيو. وديما ها؟ وديما المغرب، وديما المغرب، وديما المغرب، المغرب. قولي انا من فرنسا. ديما ناتيا، ديما ماروك، فيف لو ماروك. ميرسي. كي جاك الماتش؟ زوين. ها؟ زوين بزاف. تفرجتي فيه كامل؟ ها؟ هذا التوني ديال من اللي لعبها؟ لابسه؟ ديالي. شكون مكتوب فيه السميه؟ ديالي. حكيمي. كتشجعي حكيمي؟ شكون كتشجعي في المنتخب من غير حكيمي؟ ياسين بونو. يلا قولي لهم شي رساله من هنا لقطر. انا تنشجعكم بزاف و تنبغيكم بزاف. شكرا. كتبغيهم بزاف؟ قولي لهم برافو. برافو عليكم. شكرا. شنو سميتك بعدا؟ ايا. يلا ايا من اكادير كتشجع المنتخب وكتقول لهم شكرا. اليوم لا شونس ما لعبتش معاهم، ما لعبوهم بكري. احنا مغاربه مال فيك النعسه. شكرا. يا الله على الله الماتش الجاي. لا سير غير ربحوا. المهم حيدنا واحد النقطة. المهم أنا نعطيك واحد الحاجة. انتقم إلا غادي نتأهلوا. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا. تقول شي حاجة للمنتخب؟ ديما المنتخب المغربي. الصراحة شوية نيل، كانوا خايفين، ولكن الحمد لله الأهم هو التعادل. الأهم هو التعادل. الأهم هو التعادل. كان الحمد لله خصو يدخل من الأول. المهم كتبقى هذه الرؤيه ديال المدرب، ولكن الحمد لله كنا باغيين الفوز، ولكن داروا التعادل ما عندنا ما نديرو. باقي غنسيبورتيو المنتخب ضروري سواء خاسر ولا رابح. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد قناه ريمال تي في.